النهاردة عندي وصفة لكل الناس اللي ما بتعرفش تعمل عرق الروستو وبتاخد وقت معاه كبير جدا في السوا. هنعمله النهاردة بيف بيكن، وهنعمل معاه تشيز تسيح على الوش، وهنعمل معاه بطاطس كمان هنشوحها ونشويها، كل ده على الطاسة. مفيش اي حاجة هتدخل الفرن غير بس نسيح الجبنة في الفرن. عرق لحمة انا عايزاه يكون متوسط، مش عايزاه يكون كبير قوي، وعايزاه يكون جاي كده. بنقول للجزار يجي، في ناس مش بتعرف تلف الحبل بتاعه، برضه هوريكم ازاي، وبرضه ممكن تجيبوه كده جاهز. انا هشيل الحبل ده اول ما اخلص، بس الانسجه بتاعته تتشد، ده بيساعده يشد الانسجه اكتر وبيديله شكل المربعات في الشوي، بيبقى شكلها حلو. واللي مش عايز يعني مش هتفرق كتير قوي في الطعم، هي منظر بس. هستخدم بقى نص كوب مسترد حبة، دي بتيجي يا اما بتيجي كده لوحدها ونروح مزودينها مع ماسترد اللي هي السايله، يا اما بتيجي في علبه الاثنين على بعض بتكون جاهزه. فلو لقيتوا دي لوحدها ما لقيتوهاش مع السايل، تزودوا الاثنين على بعض وتخلطوها. لقيتوا اللي هي جاهزة الاثنين على بعض، دي بتبقى افضل لان بتبقى حتى مكوناتها مظبوطة اكتر. واستخدم زعتر، ممكن نبدل الزعتر بروزماري بس اللي مش بيحب الزعتر. هستخدم معلقة كبيرة صويا صوص، واستخدم عصير نص ليمونة، وهستخدم ربع زبادي يهدي معايا المستردة والخل اللي في المستردة. واستخدم زبدة هنستخدمها في الشوي طول ما احنا بنشوي زي الستيك. واستخدم شرايح بيف بيكن مدخن، وانا عايزاه يبقى عريض كده عشان انا هعمله كده، هلفه على البيف كله. واستخدم بطاطس اورما هقسمها نصين، هسلقها نص سلقه واصفيها كويس قوي، وبعديها ابتدي اشوحها بس كده على النار. جبنه تشيدر احمر، ممكن تتبدل باي نوع جبنه عندكم في البيت. واستخدم روز ماري فريش يكون معايا في الشوي مش في التتبيله. نبتدي دلوقتي نعمل التتبيلة مع بعض ونسخن الجريل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هستخدم الزبادي، احط الزبادي، احط عليه الصويا صوص، احط مستردة السايلة، واحط مستردة حب كده، احط بودرة الثوم. دي ما استخدمتش الثوم المطحون عشان بيتحرق معايا، انا هسويها كلها على الطاسه، هعمله السوا اللي هو مش ويلدن، فمش عايزه حاجه تحروق معايا. هستخدم شويه ليمون، واوريكم هنستخدم الثوم الفريش ازاي. خلي ده معايا، احط فيه المعلقه كده ونشيل كل دول. نبتدي نحط شويه زيت حلوين قوي، عشان احنا الزبده لما بنحط زبده بنبقى عايزين زيت عشان يمنع الزبده ان هي تتحرق بسرعه. حط فلفل، الملح، خدوا بالكم كويس قوي ان انتوا حاطين مستردة، فالمستردة بتخلي الطعم اصلا حادق، وحاطين كمان صويا صوص، فمش هزود من الملح خالص عشان الطعم بتاعه يبقى مظبوط. هبتدي دلوقتي هخرم البيف معايا، فهبتدي اعمله خرمة كده داخل جوه التوم. نبتدي نتبله مع بعض. وهسيب باقي التتبيلة هقعد اسقيه بيها. هبتدي دلوقتي احط شوية زيت، نعلي بقى النار على اعلى حاجه عشان اصدمه صدمه جامده قوي. والبيف اهو ابتدى ياخد السوا بتاعه، نحاول بس يكون معانا حاجه نقلبه بيها سهله. ابتدي دلوقتي ازود الزبده اللي هبتدي اسقيه بيها، زود معاه روزماري، زود له شوية زيت. ريحة التتبيلة دي المستردة الحبة دي بتعمل ريحة قوية جدا، ونقعد بين كل لفة ولفة كده. بصوا بقى الزبدة دي نوع نسقيه بيها كده، شايفين نعمل كده
انا هشيل دلوقتي الحبل ده، بصوا التوم اهو، شلنا الحبل مع بعض. مش هحط الجبنه من الاول عشان ما تلسعش، عشان احنا عايزين ده يستوي كويس معايا، فهحط الجبنه في الاخر. يعني هندخل الفرن دلوقتي وهيطلع تاني، نحط الجبنه ونكمل سوا. هتدخل الفرن ربع ساعه، تقعد بالبيف بيكن، بعديها تطلع تاني نحط التشيز، وبعديها نبتدي نقدم. في الوقت اللي هي فيه في الفرن نبتدي نعمل مع بعض البطاطس بعد ما سلقناها نص سلقه وصفناها كويس من ميتها. نبتدي نعملها بقى دلوقتي مع بعض. دخلها الفرن على 180 ربع ساعة. نبتدي بقى دلوقتي نحط مع بعض زيت عليه زبدة، ونشوح البطاطس اللي احنا عملناها نص سلقة. نص سلقة بس يا جماعة علشان ما تتهريش، يا اما لو حابين تدخلوها الفرن مع العرق ممكن برضو. عشان انا مشغله النار دي، حط لها ملح، روز ماري، ورشه فلفل، مفيش اي حاجه تاني فيها، وعاملينها بقشرها، يعني حتى مجهود التقشير شلناه. حط لها بقى دلوقتي شويه روز ماري كده يدوها طعم حلو، وشويه ملح. رشة فلفل، ونسيبها كده تتشوح وتشرب الزبدة اللي بالزيت دي. نشوح البطاطس، ودلوقتي بقى هطلع العرق، وكده ابتدى يدخل في السوى اللي انا عايزاه. فدلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط التشيز عليه ونبتدي نشيل الخشب ده، الخلل كلها. نحط شوية كويسين جدا من التشيز، مش قليلين. دلوقتي ادخلها تحت الشواية بس تسيح، ما دخلناش الجبنة من الاول عشان كل حاجة تاخد سواها صح. كده البطاطس استوت عندي، هطلعها بس لحد ما العرق يجهز. حاول كده ناخدها من غير الزبدة بتاعتها. ريحة البيف بيكن هو مدخن مع ريحة العرق مع التتبيلة، يعني شيء عظيم.